السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في الدرس الثاني اللي هو تركيب المادة. زي ما احنا عارفين إن المادة هي كل ما له كتلة وحجم أو يشغل حيزا من الفراغ، ده اللي احنا خدناه في الدرس الأولاني. زي ما احنا بنقول احنا بنشبه المادة بجسم الإنسان. جسم الإنسان هو عبارة عن مجموعة من الأجهزة، والأجهزة عبارة عن مجموعة من الأعضاء، والأعضاء عبارة عن مجموعة من الأنسجة، والأنسجة عبارة عن مجموعة من الخلايا. يبقى وحدة تركيب جسم الكائن الحي هي الخلية. أما بالنسبة للمادة فوحدة بناء المادة أو تركيب المادة هي الجزيء، أو الشيء الأصغر شوية من المادة هو الجزيء، والأقل من الجزيء هو الذرة. طيب نشوف كده مع بعض يعني إيه كلمة الجزيء. هو أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد في حالة انفراد وتتضح فيه خواص المادة. بمعنى ايه؟ ان انا لو جيت مثلا حطيت لون من الالوان الميه في قلب كأس به ماء، هلاقي ان اللون بيبتدي ينتشر او يتوزع. معنى ينتشر او يتوزع يعني معنى ذلك ان الجزيئات في حاله حركه، ما هياش ثابته في مكان واحد، محتفظه بخواص الماده. بمعنى ان انا حطيت لون مثلا ازرق فهينتشر كل اللون الازرق في قلب الماء. طيب نيجي الوحدة الأصغر شوية من الجزيء هي الذرة. الذرة هي أصغر وحدة بنائية للمادة يمكن أن تشترك في تفاعل كيميائي. تعريف الذرة ده مش موجود عندك في الدرس الثاني بس موجود في الدرس الثالث، فاحنا هندمجه دلوقتي علشان نقدر نعرف ما هو تعريف الذرة. علشان نفهم ما هي خواص الجزيئات زي ما احنا بنقول وتحتفظ بخواص المادة، يبقى إذا الجزيئات دي لها عدة خواص. إحنا عارفين إن المادة بتوجد في ثلاث حالات اللي هي الصلبة والسائلة والغازية. خواص الجزيئات عشان نفهمها بنقارن ما بين الشكل وحركة الجزيئات والمسافات البينية وقوة التماسك والترابط والشكل والحجم والمثال. أبسط مثال للمادة علشان نفهم حركة الجزيئات، لما نيجي مثلا ناخد تجربة الأنشطة دي، بناخد كمية من الماء وهنحط فيها مادة اسمها برمنجانات البوتاسيوم. زي ما انت ملاحظة الجزيئات اهي بتاعه اللون بتبتدي تنتشر في الميه، شايفه الحركه بتاعتها؟ مجرد ما بتحطيها من غير ما تقليب ولا اي حاجه بلاقي الجزيء اهي، جزيئات عماله تتحرك يعني بتنتشر يعني بتتوزع في الماء. يبقى اذا اول حاجه في خواص الجزيئات انها في حاله حركه. ولكن لما بنيجي نتكلم بالنسبه للجزيئات اهي، لو جيت حتى اهو اللون عمال ينتشر اهوت بحركه بسيطه خالص، كل الميه اصبحت لون واحد. طيب لو جينا قارنا بقى بين حالات الماده الثلاث، الحاله الصلبه والسائله والغازيه، هنلاقي ان شكل الجزيئات بتكون مسافات البينيه ما بينها تكاد تكون صغيره جدا، فبالتالي الجزيء لما بيجي يتحرك زي ما انت شايفه المسافه قليله، فمش هيتحرك بحريه تامه، ولكن الحركه بتاعته بسميها محدوده او اهتزازيه. اهتزازيه يا اما يصعد الى اعلى ويهبط الى اسفل، او يمين ويسار. السائله هنلاقي المسافات البينيه ابعد شويه، فبالتالي بتكون الحركه هناك حريه الى حد ما في الحركه. الغازيه المسافات البينيه اكبر ما يمكن، فبالتالي بتكون الحركه عشوائيه. لما نيجي نشوف بنلاقي قوة التماسك والترابط، بما ان الجزيئات قريبة جدا من بعض فهلاقي ان المادة الصلبة قريبة جدا المسافات البينية، فبالتالي قوة الترابط بتكون اكبر ما يمكن. لو جينا بصينا للسائلة هلاقي مسافات اكبر او متوسطة، فهلاقي ان قوة التماسك والترابط متوسطة. الغازية هلاقي الحركة كبيرة جدا وعشوائية، وقوة التماسك والترابط اقل ما يمكن. لو جينا بصينا للشكل والحجم
هلاقي المادة الصلبة لو حطيتيها على في راحة اليد، حطيتيها في كأس، حطيتيها على المنضدة، دائما الشكل والحجم ثابتين. أما بالنسبة للسائلة فهي لها شكل متغير، لأن هي زي ما خدتي قبل كده في ابتدائي بتاخد شكل الإناء الحاوية له. أما الحجم فهو الحجم دائما ثابت. بالنسبة للشكل والحجم في حالة الحالة الغازية هما دائما متغيرين، زي الهواء مثلا أو بخار المية بتلاقيه بينتشر وحركته دايما عشوائية. المثال طبعا الثلج والماء وبخار الماء. شكرا.